السلام عليكم. اليوم نروحوا الولاية تاع سعيدة لنقف على الأشغال تاع الترميم نتاع المستشفى المركزي لولاية سعيدة، واللي يقع وسط مدينة سعيدة، واللي يعود تاريخ بناؤه إلى الحقبة الاستعمارية، حيث كان مستشفى عسكري، وبجانبه كانت كنيسة. إذن الآن أصبح بعد الاستقلال أصبح المستشفى الرئيسي في مدينة سعيدة، واللي الآن راه قيد الترميم، وهذه حاجة مليحة أن نرمم ما يمكن ترميمه واستعماله. كذلك إذا كان فيه يعني البناية ما زالت يعني صلبة وتقدر تتحمل العبء نتاع الأجهزة نتاع يعني نتاع الطبية، لكن فيما يخصنا نحن كمراقبين وك يعني جزائريين غيورين على بلادهم، أنا ننتظر يعني في انتظار يعني معليش ترميم واستعمال إعادة تأهيل وكذا، لكن احنا ننتظر بناء مستشفى جامعي جديد ب 240 سرير في ولاية سعيدة. إن شاء الله يكون فيه برمجة المشروع هذا في أقرب الأجل، ونترككم تتابعون هذه الزيارة تاع والي ولاية سعيدة إلى ورشة الترميم. إذن و السلام عليكم. هذا الجانب منها جانب كنسي، يعني مرتبط بالديانة المسيحية، كان على الجانب الصحي وعلى المرتبط بالديانة المعركة الأولى عندنا مركز تعديل، مركز تعديل تاع تعديل على التراب بجانب لا ردود سابق اللي كنت تعلق الأمر ببناء جديدة لما كانت الأمور على هذه الحال، في حين أن الترميم ما هو قائم خاصة البنايات التي تعهد إلى عهد ما قبل الاستقلال تتطلب عناية خاصة ومهارات يجب أن تتوفر عليها مؤسسة إنجاز. معركة معركتين، معركة معالجة الاختلالات والخروقات التي كانت قائمة فيما قبل، والمعركة الثانية هي إضفاء الطابع الهوياتي على هذا المعلم الذي يعود إلى عهد السلام. الحمد لله أشياء تقدمت، أجل التعاقدية سوف تنتهي في سلطانة بحول الله. نحن نأمل من مؤسسة إنجاز التي تقوم بعمل رائع لأول مرة، أشهر مؤسسة إنجاز تقوم مشكورة على المجهود القائم به، ونتمنى إن شاء الله هذه المؤسسة في حد ذاتها تواصل على هذا المنوال بالنوع القائمة، وتساهم حتى في معركة تحديات التنمية على مستوى سعيدة، وأدعوها إلى المشاركة في عروض المناقصات التي تطلقها مديرية الولاية. أشكر الجميع على هذا الاهتمام. سوف تتوفر ولاية سعيدة على منشأة تتمثل في مستشفى أطفال بطاقة استيعاب 8 سرير مستقل عن المؤسسة الأم، في انتظار بحول الله ابتداء من سنة 2024 انطلاق مناقصة خاصة بدراسة الإنجاز مركب الأمومة والطفولة لفائدة سعيدة. قدم بطاقة تقنية ويعد مشروع دفتر شروط ويعلن عن المناقصة وعلى ضوء نتائج الاستشارة التي سنقوم بها.